برعاية منظمة المغتربين السوريين، تطوير كفاءات المنظمات والمجالس المحلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في لقاء متجدد من برنامجكم مجالسنا المحلية، والذي نستعرض فيه واقع المجالس المحلية ودورها في خدمة وقيادة المجتمع. هنا يقف أكثر من 400,000 بعزيمة من حديد على باب الفرج، متضرعين إلى الله أن يفتح عليهم باب النصر، صامدين صابرين متشبثين بمدينتهم عاصمة الثقافة الإسلامية. اختاروا أن يبقوا في مدينتهم محاصرين، لا يهابون القصف والتجويع والدمار. ففي 4 أعوام لم يستسلم نظام المجرم المدينة من براميل وصواريخ حقده، يشاركه إجرامه الاحتلال الإيراني والروسي، همهم حصار وقتل المدنيين العزل. وتخرج الأمم المتحدة في تالي أيام الحصار متنصلة من مسؤولياتها في حماية المدنيين، داعية للعالم لتهجير الأهالي وإخراج السكان من المدينة. هي حلب شامخة بقلعتها، متباهية برجالها، يشهد تاريخها بعراقتها وأصالتها، وبإذن الله هي الرقم الصعب في كل المعادلات. ستبقى حلب وسيزول النظام، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أعزائي المشاهدين، سعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بالسيد المثنى الشيباني، عضو المكتب التنفيذي في المجلس المحلي لمدينة حلب عن الإدارة المحلية. أهلا وسهلا بك سيد أحمد. كما نرحب بالسيد ياسر كور، عضو المجلس المحلي مدينة حلب، المكلف في مسؤول ملف الطحين والأفران حاليا في المجلس المحلي. نرحب بك سيد ياسر. أهلا وسهلا. أستاذ مسنة، حاليا قوات النظام تحاول جاهدة إطلاق الحصار على المدينة. في هذه الظروف يتساءل معظم الناس، ماذا يفعل مجلس المدينة، المجلس المحلي مدينة حلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكل يعرف الواقع الصعب الذي تعيشه المدينة حلب حاليا في ظل محاولة النظام الدائمة لحصارها. إن شاء الله نحن في مدينة حلب صامدون، وأحب في البداية أن أوجه أبيات من الشعر هي على لسان كل ثائر في مدينة حلب وكل صامد، وعلى لسان مدينة حلب: لا وقت للحزن، لا وقت للحزن، لن تلقى الأسى مني، ففي مدى النور إني صامد، إني أرتل الحق مشتاقا بقافيتي، أصوغ من لحن رشاشي رؤى فني، أعانق الشمس من وهجي ومن ألقي، هذا امتدادي حتى آخر الكون، فإن سمعت صدى صوتي أنا حلب، وإن أردت ففتش في العلا عني. الله فيك. طبعا نحن في مدينة حلب على مدى الفترات الماضية كنا نعرف في محاولات النظام التي كان يقوم بها، حاولنا جاهدين أن نقوم بإجراءات في فترات سابقة هي لمقاومة الحصار، وفي المراحل الحالية هي لمعايشة الحصار ومحاولة رفعه ومحاولة تخفيف معاناة الناس في ظل الواقع المفروض. طبعا نحن حاليا تقريبا الحصار التام صار على مدينة حلب اعتبارا من يوم الجمعة الماضي. خلال الأيام الماضية، الخمسة أيام من الأسبوع الحالي، كان العمل على قدم وساق في مجلس مدينة حلب. كانت هناك اجتماعات كثيرة، كانت هناك زيارات كثيرة لفعاليات، قمنا بعدة إجراءات كبداية كخطوات أولى في الأيام الأولى من الحصار. قمنا بعدة إجراءات، أهمها بداية أطلقنا نداء عاجل من مجلس مدينة حلب. هو ليس نداء استغاثة،
وليس نداء استجداء، هو نداء يبين واقع مدينة حلب في ظل الحصار المفروض، وهو يضع العالم أجمع بكامل مفاصله وبكل تكويناته أمام مسؤولياته التي تخلى عنها. نعم. كخطوة مهمة قمنا بها هي الاجتماعات والتواصل مع كل الفعاليات الموجودة ضمن المدينة من مدنية وعسكرية لوضع آليات الإدارة المثلى في ظل الواقع الحالي. طبعا تم التواصل والاجتماع مع فصائل عسكرية. أستاذ أحمد، إن شاء الله تعالى سنتطرق لموضوع التنسيق، هل هناك خطوات تنفيذية قمتم بها على الأرض في ظل، في مثل ما ذكرت اليوم نحن في اليوم السادس من الحصار، كي نترخ لهذا الإجرام الذي يطبق الآن على مدينة حلب وسابق مناطق أخرى طبقها النظام في سوريا؟ ما هي إجراءات تنفيذية الآن على الأرض؟ كنت ساكل اجتماعنا مع الفصائل العسكرية، تم الاجتماع مع المنظمات الإغاثية، تم اجتماع مع التجار، تم اجتماع أو زيارات والتواصل مع كل الفعاليات الموجودة في المدينة بما يخص المواد الأساسية وبالذات موضوع الخبز والطحين. والنقطة الأساسية حاليا التي يعمل عليها مجلس مدينة هي وضع آلية لضبط الأسعار ومنع محاولات احتكار المواد من التجار، وتم عقد اجتماعات وكانت الأمور إيجابية جدا، وهناك توافق من كل المكونات والفعاليات في المدينة على هذه الإجراءات. أعود للسيد ياسر. سيد ياسر، حاليا حضرتك مكلف في إدارة ملف الطحين في مجلس محلي مدينة حلب، في ظل الظروف التي تعاني منها مدينة حلب ومحاولة النظام إطلاق الحصار على المدينة، كيف ستديرون هذا الملف وتحققون نجاح في إدارة ملف الطحين في مدينة حلب وهو الملف الأولوية رقم واحد حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا في الأستاذ علي وحب السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. بالنسبة لمجلس المدينة، تم اجتماع بالأمس، اجتماع رسم المجلس، تم اتخاذ الإجراءات التالية اللي هو الحفاظ على سعر موحد للمادة. نعم. والعمل على إدارة مركزية واحدة تعمل على تقديم مادة الخبز، وبالتالي هذه الإجراءات تساعد على الحفاظ على المادة وعدم ضياعها وشتاتها. نعم. وبالتالي تنظيم بطاقة خبز موحدة لجميع الأهالي وداتا واحدة، يعني كل الناس نضمن العدالة بالتوزيع. نعم. نضمن العدالة بالتوزيع وعدم الهدر بالمادة، يعني كل الناس تستلم ربطات الخبز على من خلال بطاقة. من خلال بطاقة بالمرحلة الأولى، غدا سوف يتم توزيع الدفعة الأولى من قبل المجلس لتدخل الأول بمعدل 30 طن تقريبا. رح يتم تسليم ربطة الخبز لكل أسرة بموجب دفتر عائلة أو بيانات رسمية، ورح يتم أتمتة هذه البيانات وجدولتها وهنا التقاطع، بحيث نقوم بعملية كاملة من تقديم المواطنين ضمن مدينة حلب. من هي الجهات التي تشارككم هذا العمل حتى فعلا ينجح أن يكون هناك إدارة مركزية للملف الطحين؟ من استكمال الإجراءات اللي اتخذها المجلس للأمس، دعوة المنظمات التي تعمل في الطحين ودعوة أصحاب الأفراد والجهات المعنية للخروج بهذا المخرج، ولا يزال المجلس مبادر بمفرده بهذا العمل، ولكن هناك استجابة من قبل الجهات الفاعلة، وبالقريب العاجل سوف يتم إنتاج جهة واحدة معترف بها من قبل الجميع تقوم على إدارة توزيع مادة الخبز بإشراف ورقابة مجلس المدينة. نعم. أعود لك سيدي مثنى. سيدي، ذكرت أن هناك اجتماعات وتنسيقات، الناس في هذه الظروف تحتاج تغييرات استجابة واقعية على الأرض بشكل مباشر. واقعية إجراءاتكم، وجودكم مخرجات مباشرة على الأرض يتلمسها الناس، ما هي؟ طبعا أي عمل أو أي قرار إن لم يدخل حيز التنفيذ يبقى حبرا على ورق. نعم. ونحن في ظروف صعبة والأمر يحتاج إلى سرعة في الاستجابة وسرعة في التطبيق وسرعة في التنفيذ. نعم. وسرعة في اتخاذ الإجراءات. بالنسبة لأهم موضوع حاليا نعمل عليه، عدم موضوع الخبز الذي بيّنه الأستاذ ياسر، موضوع ضبط الأسعار ومنع الاحتكار. نعم. لذلك بهذا الخصوص بالذات اجتمعنا، عقدنا عدة اجتماعات أهمها مع التجار
واستجاب عدد من التجار مشكورين وحضروا للاجتماع، وبالإضافة إلى اجتماع آخر مع الفصائل العسكرية، وهناك إضافة اجتماع المنظمات، وتم التواصل مع كل الجهات على الأرض في محاولة دخلت حيز التنفيذ بالإجراءات التالية. تم وضع لائحة أسعار من قبل مجلس المدينة بناء على الزيارات الميدانية للأسواق، وبناء على اجتماع التجار ومناقشة التجار للأسعار. تم وضع لائحة أسعار من قبل مجلس المدينة مطابقة للأسعار التي كانت قبل الحصار مباشرة. نحن نعلم أنه لم يدخل مواد مع دخول مرحلة الحصار، فكل المواد الموجودة داخل المدينة هي على السعر القديم ما قبل الحصار. فتم وضع لائحة بالأسعار لتتم المحاسبة ولتم إيصال المواد على للمستهلك على أساسها. الأمر الثاني، تم الاجتماع مع التجار وتم الخروج بصيغة أن يكون هناك مهلة 48 ساعة لكل تجار الجملة وأصحاب المستودعات والأخوة الذين يقومون بتخزين المواد الغذائية، معهم مهلة 48 ساعة لطرح المواد بالأسواق. نعم. مباشرة لبائعي المفرق والمستهلكين على لائحة الأسعار التي تم وضعها من قبل مجلس المدينة. وبعد 48 ساعة أي مستودع أو أي تاجر لن يستجيب لهذا الأمر، سنقوم باتخاذ إجراءات رادعة بناء على الشكاوي التي ستردنا وعلى المعلومات التي ستأتينا عن أماكن المستودعات المخزنة والتي لم تفتح أو لم توزع للمستهلكين، وسيكون تنظيم ضبط مباشرة وإحالة إلى القضاء، وإضافة إلى مصادرة المواد وبيعها بالسعر الموجود. هل الجهات القضائية تواصلتم معهم وهم سيستجيبوا فعلا كقوة تنفيذية لضبط المخالفات التي سترد إلى مجلس المدينة؟ بالنسبة للضبوط ستحال إلى الجهات القضائية. نعم. لكن تنفيذ الإجراءات الآنية سيكون عن طريق الشرطة الحرة كجهة معتمدة داخل المدينة. نعم. إضافة إلى الاستعانة بالفصائل في حال لم يتم الاستجابة من قبل المواطنين أو كان هناك تفلت أو محاولة للتفلت من بعض التجار. سأعود السيد ياسر. سيد ياسر، الآن الطحين الموجود في مدينة حلب، من هي الجهات التي تتقاطع أو الجهات التي لديها طحين؟ بالنسبة للجهات التي لديها مادة الطحين، مجلس المدينة بالدرجة الأولى، ثم المؤسسة العامة للحقوق، ثم منظمات المجتمع المدني. وبالنسبة لمجلس المدينة يملك كمان أيضا احتياطي جيد من القمح. نعم. بالإضافة إلى احتياطي لا بأس به لدى المؤسسة العامة للحقوق. هذه الجهات، هل لديكم مع بيانات بحجم المخازين لكل جهة من هذه الجهات، سواء المؤسسة العامة أو المنظمات أو حتى التجار؟ لدينا بيانات بنسبة 90%. بقي بعض المنظمات لم يتم اللقاء بها اليوم. نعم. والتجار بالأسواق، التجار أعطونا لمحة مبسطة عن المخزون الاستراتيجي لديهم، ولكن لم يتم الكشف عنها بشكل جيد. واضح، يعني بشكل واضح ودقيق. نعم. ولكن خلال أسبوع من الآن سوف يتم إصدار الكمية الحقيقية داخل المدينة من مادة القمح والطحين. طيب، حتى يصل رغيف الخبز للمواطنين، هناك محروقات، هناك أفران تحتاج إلى العمل، هناك، هل لدى المجلس المحلي لمدينة حلب أن يدير عملية إنتاج رغيف الخبز، سواء من تأويل المحروقات، من متابعة الأفران، من كذا، أم أن استعدادات مجلس مديني تقتصر على مادة الطحين؟ لا، لدى المجلس مخزون لا بأس فيه من المحروقات، ولكن الحاجة أكبر بكثير مما متوفر لدى المجلس، ونحتاج أيضا لتكاتف باقي الجهات المعنية بخصوص مادة المحروقات. تقدمون حاليا للأفران طحين أم لا يوجد تدخل مباشر من قبلكم؟ لا، تم التدخل اليوم، تم التدخل قبل المجلس. طيب، كيف ستضبطون الأفران، آلية توزيع الخبز، وصولها بشكل توزيعها بشكل عادل للناس؟ تم تقسيم مخصصات الأحياء بشكل مباشر، بحيث تقوم مجالس الأحياء باستلام حصة الحي من قبل الفرن،
ويتم توزيع مادة الطحين من قبل معتمدين ضمن الحي. إذا سوف تفعلوا معتمدين ضمن المعتمدين عن طريق البطاقة بطاقة الخبز. كافية هذه العملية لضبط عملية التوزيع؟ كافية بشكل مقبول، ولكن تحتاج إلى فعالية رقابية، نحتاج إلى تفاعل الأهالي معنا. نعم. مبادرة من المتطوعين من قبل المدينة لكي يقوموا بالأعمال الرقابية على هذه اللجان وعلى الأفران بشكل خاص. نعم. سيد المثنى، منذ ما يزيد عن عامين حلب مهددة بالحصار، هل الاستعدادات الحالية أو الموارد الحالية والإمكانيات الحالية مجلس محلي مدينة حلب على قدر الحدث التي أو الأزمة التي تواجهها المدينة؟ طبعا الكل يعرف أن مدينة حلب تعاني من فترة طويلة من عملية قصف مستمرة وممنهجة، بالإضافة إلى موضوع المواد الأساسية والاستراتيجية كان دخول إلى مدينة حلب يعني أمامه عدة عراقيل. طبعا ما هي العراقيل؟ موضوع الأعمال العسكرية التي كانت تتم، موضوع المواد المقدمة من الجهات الخارجية والكميات، فكان الأمر يعني غير منضبط بشكل كافي. نحن حاليا هناك مواد أساسية متوفرة في مدينة حلب لكن ليست بالقدر الكافي. المهم حاليا في هذا الواقع أن نقوم بعملية إدارة صحيحة لهذه الموارد التي نمتلكها ضمن المدينة. نعم. وليس لدى مجلس المدينة فقط، أقول ضمن المدينة ككل. حاليا على الجميع أن يعلم، وهذا هذه ثقافة يجب أن يعني نكون واعين لها، حاليا في هذا الواقع الكل مسؤول والكل مواطن والكل مستهلك، فيجب أن يتعاون الجميع في عملية إدارة هذه الموارد، الموارد التي لدى مجلس المدينة أو الجهات المدنية الأخرى في المدينة أو منظمات المجتمع المدني، فهذه الموارد تحتاج لإدارة دقيقة ورشيدة بحيث أن الكميات المتوفرة تؤدي لأكبر وقت ممكن. سيد مثنى، الأمر الذي ذكرته هو صراحة كنت أمهد للوصول إليه. عملية إدارة الموارد هي عصب المعركة حاليا في مدينة حلب. هناك في سوريا عدة مناطق عانت من حصار على مدار سنوات، سواء في دارية، مضايا، دوما، في حمص، في دير الزور. هل هناك قنوات تواصل للاستفادة من تجارب المناطق التي عانت الحصار لنستفيد من نقاط قوتهم، للاستفادة من الأخطاء التي وقعوا فيها؟ طبعا هناك تواصل وهناك محاولة استفادة من تجاربهم، لكن الوضع في حلب يختلف عن باقي المدن. حلب مدينة كبيرة بسعة أحياء بعدد سكانها، رغم التهجير، رغم القصف، رغم النزوح، حاليا يوجد حوالي 400 ألف مواطن في مدينة حلب. فإدارة 400 ألف مواطن والموارد التي يجب تأمينها ل 400 ألف مواطن تختلف عن الموارد التي يجب تأمينها ل 10,000 مواطن أو لبلدة زراعية في الأساس. نحن تعرفون مدينة حلب هي مدينة سكنية. نعم. يعني لا توجد فيها المساحات الزراعية الكبيرة، لا توجد فيها الأراضي، لا توجد فيها المحاصيل الضرورية. نحن نحاول الاعتماد على الموارد الموجودة، وهناك محاولة أيضا لاستفادة بموضوع الزراعة أو بموضوع تربية الدواجن وهي قائمة لكن تحتاج لتطوير. طيب، كما ذكرنا أن موضوع الحصار هو موضوع الحاضر الغائب منذ أكثر من سنتين، هل لديكم خطة للاستجابة على المدى الطويل في حال طال أمد الحصار؟ الخطة الأساسية حاليا في ظل الموارد الموجودة هي عملية إدارتها بشكل صحيح. لذلك نحن كمجلس مدينة اليوم بعد الاجتماع مع المنظمات اتخذنا قرار كخطوة أولى للمحافظة على الموارد الموجودة، هي إيقاف توزيع حصص الإغاثية من قبل المنظمات، وكان هذا قرار من مجلس المدينة. نعم. طبعا هناك عدة أسباب لهذا القرار، منها أن الفترة الماضية شهدت توزيع حصص إغاثية كثيرة خصوصا في شهر رمضان، منها أن يعني الحصار في بدايته
قد يعني حاليا لا يوجد احتياج للسوق للمستهلك، فاتخذنا قرار بإيقاف توزيع الحصص الإغاثية لمدة شهر. خلال هالمدة الشهر سيتم جمع داتا كاملة عن كل المواد المتوفرة ضمن المدينة عند المنظمات المجتمع المدني وعند كل الجهات وعند كل التجار وعند المجلس ومعرفة كميات الحقيقية ومعرفة إدارتها بطريقة سليمة إن شاء الله. عود السيد ياسر. سيدي، كيف ستقنعون التاجر أن يثق، سواء التاجر أو المنظمات، أن يضع الثقة بمجلس المدينة ليكون هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة ملف الطحين؟ نحن راح نفرض آلية تشاركية مع هذه الجهات، وراح يكون لها دور مشرف ومتابعة، ويكون في تضامن تكافل بإدارة هذا الملف. نعم. لن يتفرد المجلس بإدارته بشكل منفرد، وعملية المدى راح تتم من قبل المجلس ضمن شروط ومعايير مختلفة عما كانت سابقا، وبالتالي نجاح العمل إن شاء الله خلال الفترة القريبة راح يثبت للتجار والمجتمع ثقة وجدية المجلس بالعمل. فحاليا انتم عقدتوا عدة اجتماعات مع التجار، نسبة الاستجابة من التجار في 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 المشاركة في هكذا ورشات كم تقدرون هذه النسبة؟ على مستوى المحامي المسلم، يعني هناك بسبب حالة القصف تم تسرب عدد كبير من التجار، ولكن هناك عدد لا بأس به، بس لا يتجاوزون حدود 15-20 تاجر. طيب، على الجانب الآخر، ذكرنا نحن الطحين لأنه ذو أهمية استراتيجية عالية. مجلس المدينة لديه مكتب إغاثي، هل لدى هذا المكتب استعدادات أو خطط لإدارة هذه المرحلة؟ بالنسبة للمكتب الإغاثي لمجلس المدينة، دوره إشرافي عن عمل المنظمات، وتم اليوم من خلال لقاء مع المنظمات وضع آلية لترشيد توزيع الحصص الإغاثية بحيث يتم تقنينها لتخدم لأطول فترة ممكنة ضمن هذا الجو العصيب من الحساب. أعود السيد مثنى. سيدي، حاليا التنسيق مع المنظمات وهو أمر يعني إدارة هذه المرحلة تقع صراحة بشكل رسمي عليكم، لكن هي أمر تشارك بينكم وبين المنظمات، ما هي سبل التنسيق الواقعية بينكم وبين المنظمات في هذه المرحلة؟ طبعا أحب أن أؤكد أن كل لقاءاتنا وكل أمور التنسيق التي عقدناها مع الفعاليات كانت إيجابية جدا. الكل مدرك خطورة ما تمر به المدينة، الكل مجمع على أن نكون يد واحدة في إدارة الخدمات وإدارة أمور المدينة. اجتماعنا مع المنظمات كان لمعرفة المخزونات الموجودة، وكان في تجاوب من المنظمات. تم بناء على الاجتماع كما قلنا مجلس مدينة اتخذ قرار بإيقاف توزيع الحصص، لكن هذا ليس هو خطوة أولى. الخطوة الثانية ستكون هي مهمة المكتب الإغاثي في مجلس المدينة بالتنسيق مع المنظمات لوضع خطة متكاملة لإدارة المرحلة القادمة. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر السيد مثنى الشيباني، عضو المكتب التنفيذي في المجلس المحلي مدينة حلب عن الإدارة المحلية، شكرا جزيلا. كما أشكر السيد ياسر كور، عضو مجلس محلي مدينة حلب المكلف بملف الطحين في المجلس المحلي مدينة حلب، شكرا جزيلا. من هنا من حلب، حلب قصدنا وأنت السبيل. كنا وإياكم أعزائي المشاهدين في حلقة خاصة خصصناها للحديث عن الحصار الذي تعاني منه مدينة حلب لليوم السادس على التوالي. أشكر فريق البرنامج الذي ساهم في إعداد وإخراج هذه الحلقة، وشكرا أكبر لكم أعزائي المشاهدين. كما أشكر منظمة المغتربين السوريين الراعي الرسمي لهذا البرنامج. استودعكم الله في حفظه ورعايته. هذا علي حلاق يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برعاية منظمة المغتربين السوريين، تطوير كفاءات المنظمات والمجالس المحلية.